تواصل وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، ونجحت الوزارة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار. في إطار تصدي أجهزة وزارة الداخلية لجرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية والإضرار بالمال العام، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيلين عصابيين بالقاهرة وسوهاج لقيام عناصرهما بغسل 52 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والإتجار في المواد المخدرة من خلال إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وأراضي بهدف إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافاً للحقيقة. بحجم تعاملات بلغ طبقاً للفحص المستندي 20 مليون و340 ألف جنيه، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط نشاط إجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث نجحت في ضبط عناصر ثلاثة تشكيلات عصابية بالإسماعيلية والبحيرة يقوم عناصرها بتلقي تحويلات مالية من الخارج بالعملة الأجنبية مقابل بث فيديوهات لأشخاص تلقى رواجاً وانتشاراً على شبكة المعلومات الدولية واستبدالها بالجنيه المصري وتسليمها لأصحاب الفيديوهات مقابل عمولة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. الإدارة وعلى صعيد تصديها لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين تمكنت من ضبط تشكيل عصابي لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين بالإسماعيلية بادعائهم أنهم يملكون قطعة أرض أقام عليها مول تجاري خلافاً للحقيقة ورغبتهم في إنهاء إجراءاتها مقابل 10 ملايين جنيه. كما نجحت في ضبط مسؤول إحدى الوحدات المحلية سابقاً بكفر الشيخ استغل موقعه الوظيفي هو وآخر إبان فترة عملهما بالوحدة بالتواطؤ مع أربعة من ملاك العقارات وتمكينهم من البناء على أراضي زراعية، الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام بقيمة 4 ملايين جنيه غرامات مستحقة لخزينة الدولة. تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بإنشاء وإدارة كيان وهمي واستغلاله في إقامة الندوات والمؤتمرات للنصب والاحتيال على المواطنين بجمع تبرعات منهم بزعم أن الندوات المقامة تابعة لجهات حكومية وبحوزتهم أختام مقلدة وملصقات وشهادات منسوبة للكيان الوهمي. قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية تمكن من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصصوا في تزوير المحررات الرسمية لا سيما الأوراق الثبوتية وبحوزتهم الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير.